ما شاع منذ فترة فيما يتعلق بانقطاع أو حرمان تلامذة المدى المستوى الابتدائي من الإعاشة، هذا بديك حال هو مسألة وطنية بالأساس، لأن كان التفكير في إحداث بنك تغذية، وكان التفكير أيضا في إجراء استشارة وطنية لتأمين مستلزمات الإعاشة هذه. وقت البنك الغذائي وقت تأخر الإنجاز بتاعه، وقع التفكير مرة أخرى للعودة للاستشارة الجهوية، وأجريت الاستشارة الجهوية بمتابعة ديوان الخدمات المدرسية بالجهة، ونحن اليوم بصدد إن شاء الله في اللمسات الأخيرة من أجل انتهاء من الاستشارة هذه، على أن يكون تزويد إن شاء الله لتلامذة الضمة وينطلقوا في الانتفاع بالعقلة هذه بداية من ما بعد عطلة نوفمبر. حاب نأكد على مسألة هامة، أن التعطيل هذا أو إرجاء تمكين التلامذة من العقلة هذا ناتج كما قلت لكم على إرجاء برنامج المتعلق بالبنك الغذائي، وعدد الأيام اللي باش يدفعوا بها التلامذة خلال الفترة هذه هم 36 يوم، وحسابيا أنا بعد عطلة نوفمبر حتى العطلة القادمة إن شاء الله عطلة الشتاء باش يكون ثم الأيامات الكافية لتغطية 36 يوم، على أن يقع تغطية 84 يوم المتبقية من 120 كاملة ينتفع بها التلميذ إن شاء الله في الفترة الثانية من السنة الدراسية. عدد التلاميذ المنتفعين في الثانوي في حدود 500، وعدد المنتفعين في المستوى الإعدادي في حدود 994 منتفع. العدد هذا أكيد بشي يشهد ارتفاع نظرا لوجود مجموعة من الطلبات بصدد الدراسة. ديوان الخدمات المدرسية بالجهة هو اللي يتابع عملية الاستشارة، هو اللي يتابع عملية قبول البضاعة، وهو اللي يتولى أيضا كيف تأمين توزيعها على مستوى المؤسسات التربوية اللي هم في حدود 73 مدرسة ابتدائية. وقع احداث الديوان الاكل المدرسي شهدت بشهاده الجميع يعني تقدم كبير جدا في من حيث الجوده ومن حيث النوعيه. طبعا التلميذ يعني صدقني البلاتو تاع التلميذ متنوع من حيث الجوده كما قلت، من حيث توفر المواد الدسمه البروتيين الدسير يعني اكله كامله بجميع المكونات. بالنسبه للسناء وقعت بعض التاخير لانه عندما لم يقع تنفيذ يعني الصفقه الوطنيه ومازالت ما جهزتش البنوك الغذائيه، طلب منا من الإدارة العامة لديوان الخدمات المدرسية القيام باستشارات جهوية. الاستشارات هذه في البداية وقع عزوف في الحق على المشاركة في هذه الاستشارات، ثم أعدنا فتح الاستشارة وفما مزودين قبلوا باش يشاركوا معنا وقمنا بفتح هذه الاستشارات، وإن شاء الله وبعد عطلة نوفمبر سنقوم بإعاشة هؤلاء التلاميذ. اليوم فطرنا كونفيتير فرماج قهوة الحليب كاختياري هكا، والغداء مثلا مقرونة وسلطة وكعبية هكا كبرة ثمن تعدي ما تتعداش كمرة كيفاه، مش باهية 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 ومش خايبة تتعلم أما باهية.